السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. نتكلم عن حاجة اسمها لسه في الانبوت سيكول، حاجة اسمها الانيبل وحاجة اسمها الديسي. تعالوا نيجي كده للجافا سكريبت ونقول له أي حاجة معمول لها انيبل كده كده انيبلد، أي انبوت معمول له انيبلد. يعني ايه انيبلد؟ يعني مش عليه أي حاجة، يعني ده كده انيبل تقدر تعدل فيه وتكتب فيه، ده كده انيبل تقدر تعدل فيه وتكتب فيه. عملت ريلود هيطبق لي عنده، هيطبق لي ده باك جراوند اللي هو اللحمه اللي احنا عملناها. طيب حلو، جيت قلت الواحد لا يعمل حاجه، انت ديسيبلد. يعني ايه ديسيبلد؟ يعني ما اقدرش اعدل فيه، فخلاص طبق لي بس على الانيبل اللي هو انا اقدر اكتب فيه او اعدل فيه. طبق لي عليه باك جراوند. طيب حلو، ده الانيبل. طب انا عايز بقى احدد الديسيبل، خلاص تكتب هنا بدل انيبل ديسيبلد، فيطبق لك على الديسيبل ده اللي هو انت ما تقدرش تكتب فيه ولا تعدل فيه، عكس انيبل ديسيبل. شوف اي عنصر انت معمول له مثلا انيبل انا ده هعدل فيه واكتب فيه، فاعمل له باك جراوند معين، فبحدده اعمل له اي حاجه معينه. انت عايز اي انبوت مش انيبل اللي هو ديسيبل، فتحدد مثلا وتعمل له اي حاجه معينه. مثلا ديسيبل ده نقول له مثلا باك جراوند بتاعتك انت اللون الاسود، بحيث ان مفيش اي حد يعدل فيك مثلا او يبان ده ديسيبل وهكذا. ده ديسيبل خلاص ما اقدرش اعدل فيه ولا اعمل اي حاجه فيه. او مثلا اي انبوت ديسيبل اخفيه يا عم الحاج، او ريلود فيختفي ده خالص. هيشوف اي انبوت ديسيبلد يعمل له ايه؟ يعمل له يخفيه. ده الانيبل وده الديسيبل. اتمنى يكون الفيديو واضح. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.